سؤال من فضلك، الاستمرار على نوع واحد من المينوكسيديل سنين طويلة يبطل مفعوله؟ نعم ممكن يبطل مفعوله، لأنه في عنا شيء اسمه توليرانس بالجسم، تعويد، بتعود جسم على شيء شغلة معينة، فيفضل دائما نغير. بس مثل ما قلت دائما أحرص بشركات موثوقة، لأنه بجوز تغير أشياء أتعس. تمام، دائما مثلا بين كل شهرين ثلاثة فينا نضيف عنا أبر بيوتين، عنا مثلا نوع شامبو جديد وزيت جديد وهكذا، ما نضل دائما على نفس التكرار. الفيتامينات الشعر كمان هي يفضل دائما كل 3 اشهر واحد يغير نوع، دائما اذا واحد بياخذ الاجنبيه افضل وافضل.